الطبيب باوع، طبعا كلام الطبيب باوع على شكل الطالبة، مو مال هاي الشغلات يعني، مبينه بتبيت وبتعائلة وشكلها وملابسها وحجابها ومنطقها وشكلها، مبينه ذي شيء يضمها. زين قال بنتي انت بيش نسبة مخدر بالدم، وما بيها مجال بعد نسبة مخدر، والمخدر من من المخدر الفلاني فلان فصيلة. حكومة تعتقل ضباطا أكفاء وتنقل آخرين لأبعد نقطة في البلاد بعد سجنهم وملاحقتهم قضائيا لكشفهم حقيقة من يقف خلف انتشار المخدرات وترويجها بين أوساط العراقيين في محاولة للتستر على الأحزاب وميليشياتها ودورهم المشبوه في تفشي هذه الآفة الخطيرة المسؤولة عن تفكيك أواصر المجتمع العراقي الذي عرف بأخلاقه وأصالته. أدى تغول الميليشيات وسيطرتها على مقاليد الحكم في العراق إلى زيادة مضطردة في نسب تعاطي المخدرات بعد أن أغرقت هذه الميليشيات البلاد بمختلف الأنواع من المواد المخدرة حتى وصلت إلى المدارس وطلابها وفقاً لمصادر تربوية في مشهد يدلل على حجم الكارثة التي حلت على البنية المجتمعية للعراق. جرائم مروعة باتت حديث وسائل التواصل الاجتماعي تتسبب بها المخدرات القادمة من إيران، والتي تحولت إلى شكل جديد من أشكال الإرهاب الممارس ضد العراقيين بعد أن أنهكتهم إيران بميليشياتها قتلاً وتهجيراً واعتقالاً وتنكيلاً دون اكتراث بتبعات هذه الآفة على الشباب ومستقبلهم بعد أن وصل عدد المتعاطين والمروجين إلى أكثر من 13,000 مدمن ومتاجر خلال العام الجاري وفقاً لبيانات حكومية لطالما شكك بها مراقبون تحدثوا عن أرقام أكبر من تلك التي تعلنها السلطات. الوزارات الأمنية هي الأخرى لم تكن بمنأى عن تعاطي المخدرات وتجارتها بعد أن كشفت تقارير عن إبرام اتفاقيات مع الجانب الإيراني لتسهيل تجارة المخدرات، فضلا عن تعاطي نحو ثلث أفراد القوات الحكومية للمواد المخدرة في سابقة خطيرة لم تحصل بدولة أخرى، ليصل الحال ببعض المنتسبين إلى تشكيل عصابات وتسليحها لتسهيل عمليات المتاجرة بالمخدرات، فضلاً عن لجوء هذه العصابات لمختلف الوسائل في عمليات نقل المخدرات عبر الحدود، لا سيما الطائرات المسيرة. التقارير أكدت أيضاً وجود أطراف حزبية وميليشياوية معروفة تسنى لها الاستحواذ على كميات كبيرة من المخدرات المصادرة حكومياً بهدف تدويرها من جديد والتجارة بها من قبل أطراف مرتبطة بكبار الضباط في وزارة الداخلية في فضيحة أمنية وسياسية تضاف إلى سجل حكومات الاحتلال المتعاقبة التي أنهكت العراق ونهبت خيراته.